تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بكل خير. الحقائق من مهرجان سمو ولي عهد دبي المنطلق على ارضيه ميدان المرموم في هذا اليوم مع تنافس سن الحقائق على بركه الله وتوفيقه. هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، ينطلق شوط جديد من أشواطنا لهذا اليوم، ألا وهو 17 في المجموع المخصص لانطلاقة الإبكار. هكذا تسير هذه الشعارات التي تزين أرضية ميدان المرموم. أذهب بكم إلى الصدارة وأتابع المركز الأول على مقدمة الشوط العزوم، سالم بن سعيد بن عمان المهيري الذي يطلق العزوم على مقدمة الشوط. بينما في المركز الثاني التقدم بدأ من انطلاقة الظبي عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري الذي ياتينا على مستوى المركز الثاني. بينما في المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات بانطلاقة ووجود الظبي مصبح بن عبيد بن عوض البلوشي الذي ياتينا على مستوى المركز الثالث. بينما في المركز الرابع هناك الوجود بانطلاقة وحضور شودة محمد بن سليمان بن محمد بن حريب الشحي على المركز الرابع. بينما في المركز الخامس الانتقالة إلى اندفاعة ووجود هذا الاسم في هذه اللحظات، هذه هي القادمة، هذه هي المنطلقة الحاضرة هنا نيران فري بن حمد بن علي البريس المري الذي ياتينا على المركز الخامس في هذه اللحظات. وهناك التسلل القادم بوجود مشكورة قادمة مع هذا الأداء، مشكورة محمد بن حمدان بن سعيد الحبسي الذي ياتينا بهذا الأداء. هناك لمسة تدخلت سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي ياتينا بوجود لمسة. وهناك على الجانب الآخر القدوم في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة وهذا الوجود الممتاز. أشوف الأسماء الأخرى القدوم في هذه اللحظات، الانطلاق من زمزم مطار بن سالم بن سلطان برحمة الشامسي ياتينا بوجود زمزم تقدمت في هذه اللحظات. الوصول بهذا الانطلاق وحضور من شقرة محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي ياتينا بانطلاقة شقرة. هناك الشبابية قادمة، حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي المتقدم بن ثعلوب بشعاره المتميز. وهذه الشعارات القادمة أرى السيل الجارف من هذه الأسماء. ولكن عودتنا مرة أخرى إلى المقدمة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، إلى انطلاقة الظبي، الظبي على مقدمة الشوط. الله يا الظبي مصبح بن عبيد بن عوض البلوشي الذي ياتينا بهذا الاسم على مقدمة الشوط. والظبي بنفس المسمى كذلك القادمة في هذه اللحظات هنا بشعار علي بن سالم بن علي بن سالم. هنا في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة وهذا الأداء القدوم رضبي عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري الذي ياتينا بشعاره. أشوف القدوم هنا من شقرة قادم سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي الذي يتقدم بشعاره. بدينا في أجواء اللحظات الأخيرة 800 متر الأخيرة، التقدم بدأ بانطلاقة وتر عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي الذي ياتينا بهذا الأداء. بانت التحديات الأخيرة، راشد بن سعيد بن دليوي يتقدم، وعلى الجانب الآخر القدوم من زمزم مطار بن سالم بن سلطان برحمه الشامسي. ولكن عودتنا إلى المقدمة إلى الانطلاق الأخير، الله يا المخمري. ولكن غيرت شقرة 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 محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي. الله يا المزروعي بدأ يطير ويقلع في اللحظات الأخيرة. هذا هو المزروعي، بسم الله ما شاء الله، أداها مميز، أداها جميل بهذه اللحظات المديرة. سلام المزروعي، سلام، يحسم الموقف الأخير، يحسم هذا الأداء. تهانينا إلى مالك شقرة
هذه هي نوعية مميزة ما شاء الله تبارك الرحمن. محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي الذي يؤكد حضور شقرة بالمركز الأول بهذا الأداء تصل إلى خط النهاية، بينما بالمركز الثاني يذهب إلى انطلاقة زمزم مطار بن سالم بن سلطان بن حمد الشامسي. المركز الثالث يذهب إلى وجود جبارة سعيد بن خلف الصغير القميسي، بينما في المركز الرابع هناك يذهب إلى وتر عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي، بينما في المركز الخامس يذهب إلى حضور افتتاح عبيد بن حمد بن بنيه العامري. تهانينا والناموس إلى مالك شقرة محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، التوقيت 5 دقائق. التوقيت الزمني هو 5 دقائق 59 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمالك شقرة محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي، بينما في المركز الثاني يذهب إلى وجود زمزم مطار بن سالم بن سلطان بن رحمة الشامسي التي احتلت المركز الثاني 6 دقائق 2 ثانية وفاء تماما وكمالا، بينما في المركز الثالث يذهب إلى وجود جبارة سعيد بن خلف الصغير القميسي التي خذت المركز الثالث مع المثلث الذي ضم الثلاث. التوقيت 6 دقائق 2 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. هذا هو التوقيت المصاحب لهذا الاسم، وهذه هي الأسماء الثلاث الأوائل. تهانينا والناموس.